لحوم حمراء محلية تم رعايتها وتسمينها على مستوى المزارع النموذجية التابعة للجزائرية للحوم الحمراء، تعرض عبر مختلف نقاط البيع التابعة لها وبأسعار مدروسة. اتخذنا إجراءات باش تكون لأسعار مقننة وأسعار في متناول المواطنين، ابتداء من 1200 دينار بالنسبة للحوم الأبقار و 1300 دينار بالنسبة للحوم الأغنام. شهدنا في الأيام الأولى لرمضان تواجد كبير للمواطنين على غرار نقاط البيع الأخرى التي تم استحداثها في شهر رمضان، منها ما هي نقاط بيع ستكون دائمة على مدار سنة، ومنها من تكون مؤقتة فقط للمساهمة في خفض الأسعار في هذه المناسبة. الأسعار التنافسية التي تعرضها الجزائرية للحوم الحمراء قابلها إقبال معتبر للمواطنين إلى نقطة البيع هذه على مستوى العاصمة، مطالبين بتعزيز نقاط البيع عبر مختلف بلديات وولايات الوطن. سي كونت وي ولاية اللي كاين ما تلقاش لو بخي هذا، شتاسيور ما كاش 1300 دينار، نعم راهو 1800 و 1900 دينار. On le trouve en 1300, donc il y a une différence. هذه الفضاءات تتمتع مع الزوالي، شويه 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 الرويحه شويه المليحه، هذه هي. بنادم ليسونسيال اللي يعرف كيفاش يصرف روحه وخلاص، باسكو لي بري هذوما ما يلقاوش في بلاصه واحده اخرى. في كل حومه. نقولوا في البيار، في حزره، في بن عكنون، هكذا باش الناس استحداث نقاط بيع للحوم الحمراء تزامنا والشهر الفضيل من شأنه المساهمة في توفير اللحوم الحمراء للمواطنين بأسعار معقولة، ناهيك عن دعم المنتوج المحلي في ظل منع استيراد اللحوم.